أعلنت وزارة الأوقاف تجهيز 2200 مدرسة علمية وقرآنية داخل المساجد، وذلك من أجل المشاركة في أنشطة المسجد الجامع الصيفية هذا العام بهدف تحصين النشء والشباب بالعلم النافع. كما ومن المقرر أن تشارك وعظات الأوقاف في تلك المدارس العلمية الخاصة بالفتيات والسيدات بالمساجد الكبرى لأول مرة. وطالبت وزارة الأوقاف المديريات بسرعة الإعداد اللازم لبدء أنشطة المدارس العملية والقرآنية خلال الأيام القليلة القادمة. بالأمس القريب كان في اجتماع واعظات، وفعلنا 5 مدارس علمية للواعظات في المساجد، متمثلة في مسجد عمرو بن العاص ومسجد السيدة نفيسة ومسجد حسن الشربتلي ومسجد في اسكندرية ومسجد في الجيزة. 5 مدارس علمية ستكون تنطلق من الواعظات اسوة بمدارس العلمية التي تقام للرجال، كذلك مدارس قرآنية على مستوى الجمهورية بداية ب50 مدرسة ستنطلق إن شاء الله في خلال هذا شهر شوال، تفعيلا لدور العمل الصيفي لدى الشباب ولدى الفتيات ولدى الأعمار الصغيرة التي تستريح في أجازة الصيف. نريد أن نقدم لها خدمة ونقدم لهم إشغال بما ينفعهم لصالح دينهم ووطنهم.